معنا في حصة رمال من ذهب في تبرقة الفنانة سماح. سماح مرحبا بك. عسلامة حاتم. سماح حبيت نقدمك كمطربة، لكن أيضا في رصيدك هنالك أعمال تمثيلية ومسلسلات تلفزيونية. على كل سأعود إلى المسلسلات التلفزيونية بعد قليل. في البداية حبينا نعرف نشاط سماح، حبينا نعرف 20 سنة أو ما شاء الله أو أكثر. 20 سنة. 20 سنة. 20 سنة تلفزة. أي. ومن نجوم الغد. وعندها خصوصية سماح، يقولوا دلوعة شوية كي. من تبعي دلوعة. من تبعك. تربيت دلوعة وعشت مع أصحابي وحبيبي والناس كل دلوعة. لكن إلى حد الآن ما قدمتش النوعية اللي تظهر فيها أنت دلوعة، كالأغنية الاستعراضية مثلا، علاش ما خممتش فيها؟ تعرف احنا في تونس ما عندناش برشا حاجات استعراضية. عندنا روايات، عندنا شريط تلفزي. بالنسبة للغناء انا حكيته. بالنسبة للغناء والله ناقصين سيفري. علاش انت ما تقومش بالمحاولة هذه خاصة وانا تتماشى معك؟ والله ان شاء الله فكرت، ان شاء الله باش نعمل حاجة هكاك استعراضية فيها تمثيل وفيها غناء ورقص وكل شيء. ميس لبنان تقمص فيه دور منانة. زوجتك ميس لبنان. كيفاش كان الدور هذايا؟ خاصة أنك كانوا عندك تجارب قبل ويعرفوك سادة النظارة من خلال مسرحية أو شريط التلفزي الآن سفرتاتو، وكذلك مسرحية أخرى قمت بها. رواية توت المر لسالم الصيادي، والآن سفرتاتو لسليوسف اليحيوي، وأحلى ما عملت مع خميس سرنان مع سيمونس في الكاتب. خميس سرنان، أعود إلى هذه الشخصية، منانة كيفاش كانت الشخصية خاصة أنك تلعب أمام تقوم بدور مع عبد القادر مقداد؟ طبعا قمت بدور مع عبد القادر مقداد اللي هو ممثل مسرحي، ممثل عنده قدير، عنده شخصيته. والله كانت يعني كان جو حلو برشا، وما حسيتش اللي معناها تعب ولا خدمة اللي هي صعيبة برشا، على خاطر اختاروني قال لك نشبه ياسر مرت خميس ترنين الحقيقية اللي هي كانت مرأة بلدية وكانت دلولة برشا ودلوعة، يقولوا لي تشبه لي، وعلى ذاك يدور لي قمت بالدور. حسب رأيك انت وحسب. Yeah.